يواصل مجلس النواب جلسته لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وخلال جلسة اليوم تمت إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بالإضافة لاستعراض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بإحالة عدد من الاقتراحات برغبة بلغت 50 اقتراحا مقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها، كما تمت إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. عقب ذلك تم استعراض التقرير العام للجنة الخطط والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة للحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن السنة المالية 2020-2021. الجهاز المركزي للمحاسبات وما له من أهمية تناقشنا أثناء اللجنة في ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي لقانون الجهاز يسمح بوضع سقف زمني للملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تستوجب الرد، لأنها تأخذ سنوات من الجهاز إلى الجهات المختلفة دون أن يكون هناك سقف زمني، هي مدة محددة شهر بيروح ويرجع للجهة مرة تانية. أرجو استيفاء هذا. كل الملاحظات اللي كنا واخدينها كلجنة على الحساب الختامي ذكرها السيد المستشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورد عليها السيد وزير المالية، ولكن بس في تعقيب بسيط عليها يا فندم، هو ان سواء كان صندوق التأمين الاجتماعي أو سواء النقل أو الصرف من الباب الثامن، ده هيغير في مؤشرات الموازنة أو يمكن يظهر بعض الأرقام بصورة غير حقيقية زي العجز النقدي أو العجز الكلي، وبعض الأرقام اللي ظهرة في الباب الرابع والباب الثامن من الموازنة. وفي نهاية الجلسة تم النظر في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية بميناء دمياط، حيث تمت إحالة التقريرين إلى اللجان المختصة.